في تطور نوعي استهدف سلاح الجو غرفة عمليات وتجمعات لمرتزقة لحفتر بمحيط سرت، كان ذلك تمهيدا لشان معركة استعادة المدينة، بينما تشهد محاور القتال بين الجيش وقوات حفتر مناوشات بين الفينة والأخرى، مع تواصل مدفعية الجيش بقصف تمركزات قوات تابعة لحفتر في محيط العاصمة طرابلس. لمناقشة التطورات الميدانية معنا هنا في الاستوديو القائد بالجيش الميداني السيد محمد فروان، على أن يلتحق بنا ضيوف آخرون في سياق هذه الحلقة. رحب بك فندي محمد، أشكرك لتلبية الدعوة وقدومك هنا لمقرنا بالعاصمة طرابلس. سيد محمد، قبل حتى أن ندخل في الحديث بتأكيد عن محاور القتال في مختلف جنوب العاصمة طرابلس، المعركة إلى حد ما اشتدت في بالقرب من محيط مدينة سرت، حتى سلاح الجو كان له مشاركة عديدة، هناك تواصلات بينكم كقادة. لو توصف لنا الحالة في محيط مدينة سرت كيفية؟ بالنسبة لمعركة ما نسمى بها معركة مكمداس اللي هي سرت، طبعا كما ذكرتم انسحاب قوة تأمين سرت إلى خارج المدينة جاء بناء على تعليمات القائد الأعلى من أجل عدم تدمير مدينة سرت، وهي كانت مهجرة فيما سبق في عملية البنيان المرصوص والحرب مع الدواعش، فقاموا تأمين سرت بالخروج للمدينة لتجنب الدمار الذي سيحدث في المدينة وملحقاته. الخروج كان إلى منطقة الوشكة. في منطقة الوشكة قام الجيش الليبي تابع حكومة الوفاق بالتوقف هناك، وبداية بالتبات وعملية الاستنفار الذي قام بها المنطقة الوسطى. جاء الدعم، وهنا آخر نقطة تعتبر لجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق وهي مدينة الوشكة. كنا في بداية الأمر نتوقع أن العجوز الخلف حفتر كان هدفه الاستيلاء على مدينة سرت لرفع الروح المعنوية وأشياء كذلك، ولكن تفاجأنا في اليومين الماضيين هجوم مباغت جاء من جنوب سدادة ومن منطقة بيرات الحسون ومن منطقة أبو قرين، والحمد لله استطاع الجيش الليبي التابع حكومة الوفاق إخراجه من هذه المناطق، واستطاع صد هذا الهجوم بالتنسيق والتعاون مع الطيران التابع للكلية الجوية، ويعني حوالي ما يقارب 24 جثة لديهم بالأمس فقط، وتدمير العديد من الآليات العديد من الآليات، وأسر ما يقارب 8 أشخاص بالأمس فقط هذا. طيب، عبر الهاتف مشاهدينا ينضم إلينا محمد عمر القائد الميداني كذا بقوات الجيش الليبي، يتمركز الآن في منطقة أبو قرين. سيد عمر، دعني أرحب بك بداية معنا في بانوراما الحدث. أسألك الآن ولربما حتى قبل لحظات، هناك اشتباكات بين قوات الجيش وقوات خليفة حفتر أم أن الأمور هادئة نسبيا في محيط مدينة سرت؟ أما الأمور الآن، أول حاجة نحيي ضيفك محمد الحيوات ونحيي قناتكم الجليلة، والامور تول باذن الله الامور تحت السيطره والامور هاديه يعني نسبيا. ومن حوالي ساعه ولا ساعه نصف قام السلاح الجوي العدو بقصف صاروخين او برمي صاروخين لم تؤثر على شبابنا ولم ياتي بها اي اضرار يعني ماديه لا بشريه يعني. آخر تمركزات ذهبت بها، إن كانت هذه المعلومات تصح إخراجها على وسائل الإعلام، آخر تمركزات وصلت إليها قوات الجيش إلى أي مدى بالقرب من مدينة سرت الآن؟ يا أخي كريم، كما تعرف هذه أسرار عسكرية، لكن إحنا الآن في مواقع متقدمة من العدو، وتم دحر العدو وأخذ تبع بتاع اليوم حوالي يعني ما يقارب 45 كيلو يعني بعد على بوغرين. طيب، حتى حتى من باب آخر، قوات الجيش وتمركزات الجيش من ناحية أفراد وكذلك عتاد، سيد محمد، هي قادرة بأي حال من الأحوال
لاسترجاع مدينة سرت بشكل سريع مثلا من قوات خليفة حفتر؟ نحن في انتظار غرفة عمليات برئاسة السيد عميد الفندي إبراهيم بيت المال أن يعطينا التعليمات باقتحام مدينة سرت، وبإذن الله يعني وتسخير الرحمن حنكون في قلب مدينة سرت. لنا قوة الموجودة الآن معنا قوة كافية، ليس لاقتحام مدينة سرت بل لاتجاه أي مكان أو أي غرفة عمليات ومنا يعني نفتوها واليوم أنا نحب أن نبشر حتى إخواننا وأهلنا وناسنا، اليوم تم أسر 3 أسرى وتم غنم سيارتان وغير السيارة التي تم حرقها وما غير القتلى الذين تم أخذهم. وواحد الأسرى كان الدليل، أو إحنا لا نقول لهم إنه قائد مجاني، بس كان الدليل للقوات الشرعية التي كانت معهم يعني. ابقى معي سيد عمر، سعود عليك بالتأكيد للحديث عن آخر تطورات حتى بالنسبة على مستوى الجو ومشاركة سلاح الجو في عملية لربما استعادة مدينة سرت من قوات خليفة حفتر. ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعي من مدينة مصراتة الخبير العسكري والاستراتيجي السيد سليمان بن صالح. سيد سليمان دعني أرحب بك. بداية أسألك، ما مدى تأثير سلاح الجو التابع لقوات الجيش الليبي والقوات الشرعية بشكل عام في المعارك، خصوصا في المعركة الجديدة التي أصبحت تتداول باليومين الماضيين، معركة سرت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التحية لك أخي الكريم ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم ولكل العاملين بقناتكم الموقرة. في البداية سيدي الكريم دعني أشير إلى أن الانسحاب الذي تم من مدينة سرت كان انسحابا تكتيكيا ناجحا، وكان الحقيقة سببا في حفظ أرواح العديد من المقاتلين التابعين لقوة حماية سرت، والحقيقة يعني هذا يحسب لأولئك الذين قادوا عملية هذا الانسحاب، ولولا هذه القيادة الحكيمة لكانت الأمور ربما تختلف. أيضا اختيارهم للموقع الذي تمركزوا فيه بعد الانسحاب كان أيضا موقعا مختارا، وذلك يعني علمناه بعد أن عرفنا أن هذه القوة المعادية كانت تتجمع في منطقة البغلة وكانت تريد أن تقطع الطريق على القوات المنسحبة، وكانت يعني تستعد لضرب هذه القوات بما تملك من جراد ومدفعية وأيضا بالطيران المسير، ولكن الحمد لله يعني كانت الأمور صارت الأمور على ما يرام. الآن هذه القوة تجمعت وحدث نفير وتجمعت قوة كبيرة جدا من مدينة مصراتة. الآن هذه القوة أقولها بصدق يعني وأمام هؤلاء الشباب الذين يستمعون إلي وهم أدرى مني بذلك، ولكن أنا حسب متابعاتي هذه القوة تمكنت في ساعات معدودة من إحداث تنسيق كبير، وتزودت بوسائل الاتصالات وتزودت أيضا بما يلزمها من المؤن، وتقدمت حتى من مكان تجمعها إلى أماكن أخرى الأمام. ويجب أن لا نتحدث عن هذه الأماكن وعن هذه التمركزات، وعليكم أخي الكريم أن لا يعني تسألوا أسئلة دقيقة لإخوتنا ولا حتى جميل. هو حتى بس أقول لك يعني سيد سليمان، حتى يعني القادة الميدانيين يعلمون أن هناك بعض الأسئلة تطرح يجب أن تطرح، ولكن مسألة الإجابة عليها تكون بدبلوماسية شديدة، هذا ما ينتهجه حتى بعض القادة الميدانيين. ولكن دعني أسألك، أعود بك للسؤال الأساسي، ما مدى فاعلية الصحيحة من ناحية استراتيجية الطيران الجوي تابع لقوات الجيش الليبي الشرعية في مسألة ربما استرجاع مدينة سرت بحيث تكون ربما عاجلة جدا، أبكر ما يكون على أقل تقدير؟ أقول لك سيدي الكريم وأنا على علم بما أقول، يعني كان الطيران حاضر حتى في اليوم الأول من أيام المعركة في يوم الانسحاب من سرت، لكن الأحوال الجوية حالت دون أن يقوم هذا الطيران بواجبه رغم المحاولات العديدة التي يعني كان يحولها الطيران المسير في أن يقوم بما يعني كلف به، ولكن نتيجة الأحوال الجوية نتيجة للسحب الكثيفة التي كانت تغطي تلك المنطقة منعته من أن يقوم بما يجب أن يقوم. ليلة البارحة الحقيقة كانت الأجواء ليست 100% يعني كانت تغطيها بنسبة حوالي 50%، ولكن رغم ذلك استطاع طيران المسير والآن هو يستعيد سيطرته على الأجواء، وأقولها بملء فمي. الحقيقة عندنا الحمد لله الإمكانيات، أصبحت هذا الطيران استعاد عافيته واستعاد قوته، وكان وأصبح بإمكانه أن يحدث فرقا الحقيقة في المعركة ويكبد العدو خسائر كبيرة، والدليل على ذلك ما حدث في ليلة البارحة، ولعلكم سمعتوا صراخهم الذي يعني تعالى وأصوات الاستنجاد بالطيران المسير التابع لهم،
وأيضا المستشفى ابن سينا وما ابن سينا وما يعني استقبله هذا المستشفى من عدد كبير من الجثث المتفحمة وعدد كبير من الجرحى، وأيضا هناك عدد أيضا من الآليات، وأهم تم تدميره تلك المنظومة التي كانوا يزعمون تركيبها في منطقة الوشكة أو بين برات الحسون والوسكة، وكانت هذه المنظومة يعني لو تم تركيبها فعلا لكانت تشكل خطرا على المقاتلين سواء في سرت أو في مدينة مصرات. لذلك أقولها يعني طيراننا استعاد عافيته، الآن يقوم بدوره المنوط به بدرجة ممتازة، وأيضا مازال طيراننا في الأيام سيتطور أكثر وستكون فعاليته أكثر بإذن الله. واضح. ابقى معي سيد سليمان. من بعد مرور 24 ساعة سيد فروان على أحداث مدينة سرت وافتتاح محور جديد لربما من قبل قوات خليفة حفتر لأنها كانت المهاجمة، إلى أي مدى حتى هذه اللحظة استطاعت القوات الشرعية قوات الجيش الليبي طبعا لحكومة الوفاق الوطني أن تواكب الحدث بحيث تقسم نفسها بين محاور جنوب العاصمة طرابلس المختلفة، كذلك هناك في 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 أقصى الغرب بمحيط مدينة غريان ومن بعدها بقليل اليوم هناك في سرت، إلى أي مدى استطاعت أن توحد هذه الصفوف وتقسمها بشكل جيد لا يسمح بالتراجع في أحدها؟ أستاذي، هو بالنسبة لاقتحام واغتصاب مدينة سرت كان لدينا معلومات يعني ما يقارب منذ 3 أشهر أو 4 أشهر. المنطقة العسكرية الوسطى طبعا كما ذكرت في السابق خروج القوة منها ما يمثلش إلا 20% فقط، يعني 80% موجود في المنطقة الوسطى، وإلى حد الآن ما خرج إلى مدينة سرت ما يقارب 10% فقط، يعني أن هناك حوالي 60 أو 70% من القوة لازال متواجدة، لأن هناك معلومات أيضا أنه عبر صفقة يشتغل بها خالد ابنه بجلب مرتزقة من الجنجويد آخرين يريد فتح محور آخر وهو من مدينة بن وليد يعني ليقسم مصراتة نصفين. هناك قوة بإذن الله غدا أو بعد غد سوف تكون متمركزة في منطقة ما تسمى بالقلعة ومنطقة قرارة القطف، يعني هناك قوة كبيرة والحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى متواجدة لفتح أراد أن يفتح أي محور، لكن المشكلة الوحيدة الذي يعاني منها الجيش الليبي وهي استهداف قوات ما يسمى حفتر على المساكن والناس البريئة والناس المدنيين، هذا الذي يحملنا عاتق على أكتافنا، أي قطرة دم تسال من مدني يعني نعتبره فيها احنا يعني فرقابنا احنا، ما يعني الجيش الليبي ماذا به يوصل لانتصارات من غير خسارة ولا قطرة دم من مدني، وهذا ما يعيقنا أيضا في طرابلس. بس هل يمكن تحقيق الـ 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 الانتصار والعمل بهذه الآلية بشكل متوازي؟ بالعزيمة والإصرار والثبات بإذن الله والتخطيط المنسق الجيد نستطيع بإذن الله تعالى. سيد عمر دعني أسألك، بالنسبة لل 24 ساعة الماضية نتساءل عن عدد الطلعات الجوية بشكل دقيق التي شنتها أو الضربات الجوية التي شنتها القوات التابعة للجيش في محيط مدينة سرت وكذا في سرت نفسها إن وجدت، ونتساءل كذلك هل سيكون هناك تواصل للضربات الجوية التابعة أو القادمة من قبل سلاح الجو التابع للجيش أم أنها اكتفت بالضربات التي حققتها ليلة البارحة والأمس كذا؟ الأهداف قاعدة مستمرة سيدي الكريم، سواء كانت البارحة أو عدناك على القتلى والجرحى مستشفى ابن سينا في داخل مدينة سرت، وفي اشتباك اليوم بينه وبين العدو وكتبناه خسائر في الأرواح وكانوا جرحى أو قتلى. أعتقد أنا حسب ما رأيت يعني ساعة القتال أقدرها من بين 10 إلى 15 قتيل يوم حوالي الشباك عند الساعة 4 أو 4:30 كان الشباك بيناتنا ودحرناه
هو لربما السيد عمر، دعني حتى أقول لك أن هناك بعض الرداء في الصوت، يبدو أنها من المصدر، بس إلى حين إصلاح هذا الخطأ. دعني أستقبلك مرة أخرى السيد سليمان، نتحدث لماذا اختار خليفة حفتر بشكل رسمي الآن وفي هذا التوقيت أن يكون هجوم على مدينة سرت دون ما غيرها؟ ما الدلالات في ذلك؟ وكذلك نتساءل ما القيمة الاستراتيجية التي يحققها عندما يسيطر على مدينة سرت؟ لأن البعض يقول كان من الأجدر لخليفة حفتر أن يلقي بكامل ثقله على محاور جنوب العاصمة طرابلس، محاولة تحقيق نصر نوعي إلى حد ما في هذه المحاور التي عجز عن تحقيقه طيلة 9 أشهر. لماذا سرت ولماذا هذا التوقيت؟ طبعا نحن نتحدث عن ذلك و نسوق بعض الاحتمالات، وذلك من خلال قراءتنا للواقع. هو الحقيقة في البداية يبحث عن نصر معين لم يستطع تحقيقه في جنوب طرابلس، ولذلك يبحث عنه، نجد يبحث عنه في أماكن أخرى، وكانت مدينة سرت من بين الأماكن التي يعني اختارها لهذا الواقع. طبعا أكيد هجومه جاء بناء على دراسة الواقع الموجود في مدينة سرت، فاستعد لذلك وعد لهذا الهجوم عدته. تقصد البيئة الداخلية في مدينة سرت يعني سيد بن صالح؟ نعم، تقصد البيئة الداخلية في مدينة سرت، خصوصا من بعد حتى الفيديوهات التي رآها الجميع ظهرت من بعد دخول قوات حفتر إلى المدينة، هذا هو قصدك يعني؟ أقصد كل النواحي سيدي الكريم، حتى النواحي العسكرية بالتأكيد درسها دراسة معمقة وأتى بهؤلاء واستعد وجلب المرتزقة. لعلمك يعني الذين هاجموا سرت سواء من بوابة 17 أو من ناحية منطقة أبو هادي، يعني أكثر من 70% منهم من المرتزقة الجنجويد لم يكونوا ليبيين بالأساس، ولذلك يعني هذه المرتزقة بعد أن تم تجميعها ووضع جزء منها في منطقة الجفرة والجزء الآخر تقريبا في منطقة هراوة، ولما حددت ساعة الصفر للهجوم وانطلق هذا الهجوم. طبعا هناك أيضا في تنسيق من الداخل في منطقة سرت مع الكتيبة 604 ليكون عندها موقف خاص من هذا الهجوم، وقد علمه الكثير من الناس ولا داعي للحديث عنه مرة أخرى. لماذا اختار مدينة سرت؟ قلت لك سيدي الكريم، اختارها في البداية ليحقق نصرا كان يبحث عنه بشدة لم يستطع تحقيقه في جنوب طرابلس، ولذلك جاء إلى سرت لأنه يعلم بهذه القوة التي جاء بها وبعدد كبير جدا من السيارات. يعني بعض المصادر تقول أنه في هجومه هذا استخدم أكثر من 300 سيارة في كلا المحورين. الأمر الثاني، ربما يريد أن يخفف الضغط على محاور طرابلس باعتبار أن هناك قوة مهمة من مدينة مصراتة موجودة في المحاور هناك، وربما تكون هي القوى الرئيسية، وآسف لقول هذا القول ولا أقصد به يعني مبهاء أو غير ذلك، ولكن يأتي الكلام في سياقه. يريد أنه ويعتقد أنه إذا ما هاجم سرت فإن مصراتة ستسحب جزء من قوتها الموجودة في طرابلس للدفاع عن سرت أو للدفاع حتى عن مصراتة. والصحيح مصراتة كيف كان تعاملها مع مجريات الأحداث في سرت في دقيقة؟ الحقيقة هو كان حتى الهدف الثالث منه هو إحداث نوع من الرهبة داخل نفوس أبناء المدينة والعمل على تهبيط أو إهباط معنوياتهم، ولكن الحقيقة حدث العكس، كانت حالة نفير يعني شهدتها المدينة مثل الحالة النفير التي شهدتها عندما هاجمت قوات داعش المدينة. الآن يعني كل من يستطيع الحمل السلاح خرج والتحق بالكتيبة التي كان فيها قبل ذلك وتوجه إلى المحاور إلى شرق المدينة والتحق بهذه القوة وتشكلت في خلال ساعات معدودة يعني قوة كبيرة جدا مستعدة الآن كما تحدث ضيفك الكريم ليس فقط أن تحرر سرت وربما للذهاب أبعد إلى واضح من سرت. واضح سيد سليمان، وحتى ننتهي من ملف سرت والأحداث العسكرية هناك ونذهب إلى محاور جنوب العاصمة طرابلس، أسألك
حضرتك وفي دقيقة يعني لو سمحت، أفضل طريقة من ناحية تحليلية عسكرية بالتأكيد وكذا استراتيجية أنت أعلم بها بالتأكيد ومن أهل اختصاصها للتعامل مع مجريات الأحداث في العسكرية في مدينة سرت أو محيطها على أقل تقدير، كيف يكون الآن من بعد مرور كل هذه الساعات والمعطيات أصبحت تتضح الآن؟ طبعا يعني لابد أن أشير إلى أن القائد الأعلى للجيش الليبي أصدر قرار بتشكيل غرفة عمليات سرت والجفرة، وكلف العبيد إبراهيم بيت المال بإمرة هذه الغرفة، ونحن نشهد أن هذا الضابط الحقيقة له من الكفاءة والخبرة والشجاعة ما يمكنه من قيادة هذه الغرفة بشكل جيد. وأعتقد أن العميد إبراهيم ونتائج عمل هذه الغرفة ظهر واضحا للعيان بعد ساعات فقط من تشكيلها، استطاع أن ينظم هذه القوة التي التحقت به، استطاع أيضا أن يؤمن الاتصالات، استطاع أن يوزع هذه القوة في أماكن حتى ربما يصعب حتى استهدافها من قبل طيران الشر الإماراتي، أيضا استطاع أن يعني يجد الطرق السريعة لتموين هذه القوة وإمدادها بما تحتاجه من وقود وتموين وأسلحة ودخائر وكل ما إلى ذلك. ولذلك أعتقد أن الخطة الآن أو خطة الحرب أو خطة التقديم أو خطة إعادة الاستيلاء على مدينة سرت أو ترجيحها مرة أخرى، يعني هذه من ضمن الاختصاصات الغرفة التي تم تشكيلها، وأعتقد أنها يعني ستقوم بها خير قيام. واضح. سيد فروان، مجريات الأحداث في مختلف محاور جنوب العاصمة طرابلس لو نأخذ فيها حوصلة بشكل إجمالي، من بعدها نخصص الحديث لمحور الخلطات لربما الذي كان يشهد إلى حد ما هو الأكثر لربما اشتعالا في 24 ساعة الماضية. أكيد. وفي حتى محور السواني. محور السواني بالأمس قام العدو بمباغتة قوات بركان الغضب المتواجدة في المحور، وعلى إثرها استشهاد 6 شهداء نحتسبهم عند الله من الشهداء بإذن الله. ولكن اليوم في ساعات الفجر الأولى استطاع المحور التقدم إلى ما بعد المكان الذي خسره بالأمس، وإلى حد الآن المحور يشهد تبادل القذائف والسلاح بالسلاح الثقيل. حوالي الساعة 5 أو 5:30 استطاع كتائب الأسلحة الثقيلة وكتائب المدفعية حوصلة الخسائر الذي خسرها اليوم حفتر ما يقارب 3 دبابة و3 سيارات وإصابتهم بشكل مباشر. هذا بالنسبة لمحور السواني والحمد لله. وبالنسبة لمحور اليرموك كما ذكرت لك أستاذي أن هناك تم الشباب تدمير طائرة مسيرة يعني منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف وإسقاطها. هذه الطائرة كانت تريد أن تقصف أماكن تمركز قوات بركان الغضب، لكن بفضل الله من سبحانه وتعالى وفضل الرجال تم إسقاطها ولم تستطع أن تصيب أي هدف قبل الإسقاط. الحمد لله. هذا في محور اليرموك. محور اليرموك. بعيدا عن الجو في محور اليرموك، كان هناك اليوم على أقل تقدير الوسائل الإعلام التابعة لخليفة حفتر تقول أن هناك تقدمات كبيرة بالنسبة لقواتهم في هذا المحور. دائما نسمع بهم تقدمات كبيرة وأخذنا سماف صلاح الدين بأمانة يعني يتعاملون حتى من ناحية صور فيديوهات. صحيح. يعني بالنسبة لمحور اليرموك ومحور الخلطات خصيصا يكون هناك التعامل بالتقيل، يعني بالهاون 120 والمدفع 155 هاو زي الليزري، يعني لا يوجد أي اشتباك على الأرض. إذا يعني فر جنديان أو 3 جنود من حفتر وتقدموا للأمام قليلا وأخذوا سيلفي يعني من بعض المناطق، يعني حوالي المقطع اللي شفناه يعني حوالي 20 ثانية و 18 ثانية ولادوا بالفرار، هذا يعني شيء طبيعي. كله يريدون أن يرفعوا الروح المعنوية وأن وصلنا المكان كذا وأن وصلنا المكان كذا، ولكن تجد على الأرض
تلقاش شيء اي تقدم واي شيء من الارض. سيد عمر، ان كان الصوت لديك واضح كنا قد انتهينا من فسرت، ولكن من الواجب ان نعود لا حتى نتحصل على بعض المعلومات من حضرتك بالتاكيد. اذا كان الصوت واضح كنت قد سالتك في المره الماضيه عن عدد الطلعات الجويه بشكل دقيق الذي كان قد نفذها سلاح الجو التابع لقوات الجيش الليبي بين الساعات الماضيه تحديدا في محيط سرت والمدينه بحد ذاتها، لربما حتى غرفه العمليات، والخسائر التي كبدتها للعدو بالتاكيد كم؟ انا اخويا حسب معلومات اللي عندي من طلعات الامس اللي هن اللي صاعدين او غزيه اللي شفناهم على الواقع، اما ما قام به السلاح الجوي داخل مدينه سرت او اهداف اخرى ضواحي مدينه سرت لا علم لدي به. اما العدو اليوم يا اخي الكريم فهو دليل انه متقهقر اليوم، لم يقاوم هذه المقاومه عندما اشتد به رجالنا من قوات الجيش الليبي وقوات المسانده عندما فتحوا قواتنا النار عليهم، تراجعوا بسرعه غير عاديه، يعني تراجعوا لكيلوات كبيره، دليل انهم هم صار لهم يعني زي ما نقولوا احنا الخوف ومعنويات تحت الصفر. وفي سؤال انت بعدت لك انت وجهته لضيفك الكريم عبر الرقم الصناعي، أن يحب نرد عليه بتاع أن ليش اختار الوقت أو الزمان حتى الهجوم على السرد. هذا دليل على أمر واحد، أنه هو يرى في نفسه أنه هو انهزم أو معاش عنده قدرة أنه يدخل لمدينة طرابلس، فيريد أن يستحوذ أكثر قدر ممكن من المدن أو يسيطر عليها لترجيع نظام أفلول النظام السابقة وترجيع نظام الحكم العسكري، وهذا شيء بعيد عنه بإذن الله بقدرة الشباب ومعنويات الشباب. الله أكبر تبارك الرحمن، تعانق السماء والحماس لديهم غير عادي. بس كما قلت لك ننتظر في تعليمات العميد إبراهيم بالتمال والضباط الذين في غرفة اقتحام مدينة سرت أو التقدم في أي لحظة بإذن الله. وفي الأيام القليلة المقبلة حتسمعون أخبار جيدة، وسيطر قواتنا إن شاء الله قوات حكومة الوفاق على مدينة سرت وضواحي مدينة سرت وأماكن أخرى بمدينة مجاورة كان العدو يستعملها للقلاع الجوي سيتم استهدافها في لمح البصر بإذن الله. بس هو حتى أعود بك للسؤال فندي عمر، يعني بالنسبة للغارة الجوية التي استهدفت غرفة عمليات كانت في مدينة سرت، نريد حوصلة دقيقة إن كانت هناك معلومات أو متوفرة حول هذه القضية أو هذا الأمر، يعني هذا القصف تحديدا على غرفة العمليات. وكذلك السؤال هو من شقين، الشق الثاني هل العمليات الجوية ستكون متواصلة على مدار الساعات القادمة أم أن القوات المتواجدة الآن في بوغرين وما بعد بوغرين بالتأكيد اكتفت من ناحية الضربات الجوية ولم يبقى لها إلا التقدم على مستوى الأرض؟ أنا بنجاوب على السؤال الشق الأول يا أخوي الكريم. أول حاجة نحب نصححها اسمايا محمد عمر يا أخوي. فالشق إجابة الشق الأول أن الأضرار كانت استهدفت مواقع لذخيرة ومواقع داخل مدينة سرت كان يستخدمها العدو، وفي واحدة منها يا أخوي تقريبا كانت في محيط مدرسة كان يريد أن يخدم بها غرفة عمليات سرت بالمرتزقة الذين قام بجلبهم. الكلام هذا كله يا أخي يوم أمس. أما الإجابة عن الشق الثاني فقوات السلاح الجوي كما عاهدناهم من قبل ووعدونا بذلك أنهم سيكون جنبا لجنب إلى تحرير مدينة سرت وتحرير باقي المدن في الوقت الذي يرونه مناسب، وفي نفس الوقت ننتظر في التعليمات متى نتقدم من غرفة العملية برئاسة السيد العميد إبراهيم بتلمال. وكما قال الضيف الكريم مشهود لأن أثناء ثورة 17 فبراير ومشهود لبعد ثورة 17 فبراير. القائد المدني بقوات الجيش الليبي المتمركزة في أبو قرين سيد محمد عمر، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة لك سيد بن صالح، في مختلف محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس هناك آلية حتى يتحدث عنها هنا سيد فروان يستخدمها قوات خليفة حفتر، وهي التقدم بأفراد قليلة في مختلف المحاور لتصوير بعض الصور أو الفيديوهات لإخراجها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا وسائل الإعلام حتى يكون هناك لربما دفعة معنوية بالنسبة لقواته. ما دلالة هذا الأمر؟ هل يمكن قراءتها بأي شكل من الأشكال أنه بالفعل لا يستطيع التقدم أي قوات خليفة حفتر في أي محور من محاور جنوب العاصمة، لذلك تبع هذه الألية حتى يكون هناك
حافز نفسي لربما لقواته في قادم الأيام مثلا؟ هو أستاذ الضخ الإعلامي الكبير الذي يعني تقوم به وسائل الإعلام التابعة لحفتر والحزب الكذب والكبير أيضا، يحتاج في بعض الأحيان إلى دليل يعني ليصدقهم أولئك الذين يتابعونهم، وهذا الدليل يعني يريدون أن يكون من داخل الجبهات، فيتسلل بعض هؤلاء يعني ربما يجدون ثغرة من هنا وهناك، وخاصة إذا كانت مجموعة قليلة وأفراد قليلين يصلون إلى مكان معين يعني يلتقطون فيه بعض الصور ويتحدثون فيه ببعض الكلمات، والبدة ربما يعني لا تزيد عن 5 دقائق، ثم يرجعون بشكل سريع من الطريق التي سلكوها عند دخولهم. ويعني اعتمد هذه الفكرة بشكل كبير، رأينا حتى في مدينة مصراتة عدة مرات يأتي يرسل بعدة أشخاص يتسللوا في غفلة من الأمر ويذهبون إلى مكان معين يأخذون هذه الصور والسلفيات ثم يرجعون، وفي نفس الوقت يعني يرسلونها إلى هذه المحطات، وتقعد هذه المحطات تهلل وتكبر وتنسج عليها الخيالات والأحلام وتقدمها على طبق من فضة ومن ذهب لأولئك المغفلين الذين يجلسونها ويتابعونها ويصدقونها في كل ما تقول. ولذلك يعني نحن على الواقع وعلى أرض الواقع، وهذا الخطاب موجه لأولئك الذين يتابعون هذه القنوات. يعني كم من مرة من تاريخ 4/4 إلى هذا التاريخ، نحن الآن في شهر 1 أو في بداية شهر 1، انقضت يعني أكثر من 9 أشهر، وهم يتحدثون عن تقدمات ويتحدثون عن احتلال مواقع ويتحدثون أنهم ما زال على طرابلس كيلوين وعلى ساحة الشهداء 2 كيلو واحتلوا المكان الفلاني وتمركزوا في المكان الفلاني. لو كان هذا الكلام صحيح لكان انتهت الحرب من زمان، ولكان اليوم حفتر موجود على سدة الحكم في ليبيا. واضح ربما في هذه النقطة، ولكن حتى على الصعيد الآخر سيد سلمان مصالح، ما الذي ينقص قوات الجيش التابعة للشرعية حكومة الوفاق الوطني لإحراز لربما تقدم يكون بشكل سريع ملحوظ في مختلف المحاور، أو على أقل تقدير في محور من المحاور بس يكون تقدم بشكل كبير جدا، ما الذي ينقصها؟ غرفة العمليات من بدايتها اتبعت استراتيجية الدفاع وجلب العدو ويعني فتح كمائن له واستنزاف قوته، وحقيقة هذه الخطة حققت نتائج كبيرة جدا، ولعل الكثير من الناس يعرف كم كانت القوة التي دخلت إلى طرابلس وكم هي، وكم استنجد أو استجلب من الخارج عدد من المرتزقة من كل بقاع الأرض، وأين هم الآن وكم مازال منهم موجود. يعني باعتراف الكاتب الرسمي عندهم اعترف ب7000 قتيل، هذا منذ 3 أشهر أو منذ 2.5 شهر قضوا نحبهم على تخوم طرابلس، وأيضا قال أن ما خسرته قوات حكومة الوفاق يعني حوالي 920، يعني انظر إلى الفرق الكبير بين الخسارتين. ولذلك هذه الاستراتيجية مهمة في أمرين، الأمر الأول تحدثنا عنه وهو استنزاف هذه القوة، الأمر الثاني هو عندما تتغير ساحة المعركة سيدي الكريم فكأنك نقلت الخراب والدمار من المكان الذي أنت فيه إلى المكان الذي ستذهب إليه، وطبعا هذه الأماكن كلها تتبع طرابلس وكلها أماكن يعني لأناس ولسكان هم جزء من مدينة طرابلس وأملاكهم يجب أن يحافظ عليه، ولذلك يعني هذه الغرفة يعني تحتفظ بهذا المكان ليكون هذا الخراب والدمار الذي يلحق بالمكان نتيجة المعارك يعني محصورا في هذا المكان بالذات وعدم نقله إلى أماكن أخرى. أيضا هناك مساحات شاسعة وواسعة وفسيحة ومفتوحة، وعندما ينتقل فيها الجيش يحتاج إلى دعم جوي ويحتاج إلى أسناد جوي، ولابد أن يكون هناك خطة محكمة لهذا الانتقال، والحقيقة حفاظا على أرواح الشباب من أن يكون عرضة لاستخدام
الطائرات المسيرة للعدو وأيضا المدفعية، فإن هؤلاء الشباب يتمركزون في أماكن عرفوها وفهموها ووضحت عندهم أكمل الفكرة، واختاروا الأماكن التي باستطاعتها أن تحميهم حتى من الطيران المسير. ولذلك أعتقد أن فكرة الاحتفاظ بالأماكن فكرة جيدة، وأيضا فكرة الحرب الاستنزاف أيضا آتت أكلها، وأصبح حفتر لا يملك تلك القوة التي يستطيع بها حتى مواصلة شن هجومات مؤثرة على قواتنا المتمركزة جنوب طرابلس. واضح. بالنسبة لسلاح الجو سيد فروان، كانت هناك لها هجمات قوية جدا أتعبت قوات خليفة حفتر، هذا حتى باعترافهم هم يعني في 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 وسائل الإعلام ذكروا الإحصائيات وما إلى ذلك، ولكن السؤال يعني هناك اختفاء شبه كامل لسلاح الجو في مختلف محاور جنوب العاصمة طرابلس، لا تحتاجون إلى مساندة من سلاح الجو أم أنها أمور عسكرية تقدمات أرضية فقط في جنوب العاصمة طرابلس لأسباب لا نعلمها؟ هو بالنسبة لسلاح الجو أكيد حنستحقه في عملياتنا جنوب طرابلس، ولكن بالنسبة لسؤالك ما صراحة أنا ما عنديش أي دراية أو أي معلومات لماذا سلاح الجو ضرباته بسيطة يعني جنوب طرابلس. لكن بالنسبة لقوات بركان الغضب، سواء كان سلاح الجو موجود أو غير موجود، بإذن الله تعالى من أماكننا ومن تباتنا لا رجوع إن شاء الله. أما بالنسبة لي كما قال ضيفك الكريم، يعني الخطط المتواجدة في غرفة العمليات فعلا صحيح، غرفة العمليات تكون على عاتقها شقين، الشق الأول وهو الإسراع في إنهاء المعركة التي تعاني ويلاتها الأسر النازحة والناس النازحين، وأيضا التقدم بسرعة وإنهاء هذه المعركة، وهذين الشقين يعتبر عبء كبير على غرفة عمليات. لكن الحمد لله يعني قرابة 80% الخطة تسير بشكل صحيح، يعني رأينا الرتل الذي أتى به عجوز الرزمة، يعني رتل حوالي 40 كيلومتر من غطى مدينة غريال وغطى مدينة ترهونة بالكامل، وكما تعرفون أن ليبيا تحت البند السابع، وهو الذي لا تستطيع به حكومة الوفاق شراء أي قطعة سلاح من خارج، يعني قطعة سلاح متطورة قليلا، كل قطع سلاحنا إما إن كانت من ثورة 17 من فبراير أو البعض الذي تم صيانته بعد ذلك، يعني حتى الفرق في نوعية السلاح يعني بشكل رهيب جدا. سلاحهم نوعي وجديد، مستورد جديد إما عن طريق مصر أو روسيا أو الإمارات أو السعودية، وسلاحنا كما ذكرت لك يعني لنا ما يقارب من 2011 وإحنا تحت البند السابع، وهو عدم استيراد الأسلحة من الخارج. الآن ربما حتى مجريات الأحداث وتطور السياسة بين الدولة الليبية والحكومة الشرعية وتركيا، هذا ما نعول إليه، ربما سيكون في قدم الأيام، ولكن دعني ربما يكون هناك تغيرات بالتأكيد في هذا المنوال، ولكن دعني حتى أسأل في المناطق سيد فروان كمحور الخلطات، مشروع الهضبة بمختلف خطوطه، كذلك في بعض مناطق صلاح الدين الأمامية بالقرب من الجوازات أو خلف الجوازات بقليل، تم في الأيام الماضية منذ حوالي أسبوع اختارهم بالابتعاد عن منازلهم الخروج منها لربما بالتأكيد لأسباب أمنية، يعني حماية الأرواح، ولكن هنا السؤال، متى يمكن في قدم الأيام عودة هذه العائلات إلى منازلها مثلا؟ يعني بإذن الله مع أول تقدم لقوات البنيان القوات البركان بإذن الله تعالى، يعني تقدم كيلومترات معدودة يمكن للناس الرجوع إلى منازلهم، كما فعلنا في محور وادي الربيع. محور وادي الربيع بدأ من سمافرو ما يسمى بالنشيع، والحمد لله الآن على مشارف كوبري سوق لحد، والناس رجعت لمنازلها في يعني المفروض يكون إنه حوالي 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر، هذه منطقة عسكرية، أما ما قبلها فيمكن السماح للناس بالعودة، يعني منطقة من سمافر النشيع إلى ما يقارب السمافر الثالث الناس بالكامل رجعت هناك والحمد لله.
واضح. وحتى بالمجمل بحسب التقديرات وبحسب المعطيات المتواجدة لديكم سيد فروان، متى يمكن احراز هذه التقدمات؟ في كم يعني، في يوم، اثنين، اسبوع؟ كل ما نعول اليه على الاتفاقية الذي ابرمها السيد لعلى للمذكرة العسكرية، المذكرة العسكرية، وما طلبنا نحن أسلحة نوعية وغطاء جوي فقط، يعني ما يروج له الإعلام المضاد أن هناك جنود وأن كذا كذا كذا. نحن جنود هذه الحرب ولن نخسرها بإذن الله تعالى. القائد الميداني بقوات الجيش الليبي سيد محمد فروان، كنت معنا هنا في الاستوديو، أشكرك جزيل الشكر. بالتأكيد أتوجه إليك بالشكر سيد سلمان مصالة عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصرات. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم ننتقل إلى الجزء الثاني من حلقة الحدث للحديث في آخر المعتركات السياسية التي حدثت اليوم، بتأكيد هي كثيرة، نحاول حوصلتها في الجزء الثاني من حلقة اليوم، ابقوا معنا. فاصل قصير ومن ثم نعود. تحركات دولية وأخرى إقليمية إزاء الملف الليبي، أبرزها تلك التي أجريت في إسطنبول اليوم بين الرئيس التركي ونظيره الروسي، اللذان دعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من الأحد القادم. تزامنت هذه الدعوة مع اجتماع خمسي عقد بالقاهرة، أبرز المشاركين فيه كان فرنسا وإيطاليا. في المقابل ألغى رئيس المجلس الرئاسي سراج زيارته لروما بعد علمه بوجود حفتر فيها عقب اجتماعات مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، أفضت إلى التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا وتجديد الدعم لمؤتمر برلين برعاية أممية. بالتأكيد مشاهدينا نتابع هذا التقرير ومن ثم نستهل الحوار. طائرة بطائرة من مدينة إلى أخرى، حل الملف الليبي في أقل من 24 ساعة ضيفا ثقيلا على عواصم ومدن كبرى. كانت البداية من إسطنبول حين حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحاله عند نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حاملا معه ملفات سياسية واقتصادية كبرى كان بينها أزمة ليبيا. يفاجئ الثنائي الروسي التركي الجميع ببيان يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا يبدأ عند منتصف ليل يوم الأحد القادم، لكن بينما تنتظر أخبار أخرى من إسطنبول عن ماهية هذا الوقف تصل من روما أنباء مهمة هذه المرة لم تكن متوقعة. حفتر يصل قصر إيجي ويلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. حاولت أطراف الالتقاط ما حدث في روما لتدفع باتجاه أخبار زيفت من جهات ربما تكون معادية. راجت في الأثناء أنباء عن وصول طائرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى روما للقاء كونتي وحفتر، لكن ما راج نفي قطعا وتفصيلا من قبل حكومة الوفاق. طائرة السراج ذاتها اليوم كانت تحلق في أجواء بروكسل قبل أن تحط به ليبحث مع رئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي للشؤون الخارجية والأمن محطات الأزمة وأبرزها مؤتمر برلين. وحين حلق الملف الليبي بين عواصم ومدن أوروبية كانت طائرات من دول اتحاده قرب ليبيا، تحديدا في العاصمة المصرية القاهرة احتضن اجتماع خماسي ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان. العقبات كانت كثيرة، لكن ما جمعهم بكل تأكيد رفضهم للاتفاقية الليبية التركية. انتهت النقاشات في يوم الأربعاء الفارق على ما يبدو في عمر التعقيد الليبي، وعاد كل إلى مهبطه ومقر إقامته فيما ينتظر مرحلة أخرى، إما عبور إلى التسوية الجديدة أو مرحلة العودة إلى ما يخشى أن يكون شرا مستطيرا يحذر منه الجميع. أهلا وسهلا بكم، أو عفوا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة الحدث في جزئها السياسي. معنا هنا في الأستوديو المحلل السياسي السيد محمد شبار، وعبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة كذا المحلل السياسي السيد طاهر بن طاهر، وعبر الهاتف أيضا من مدينة مصراتة المحلل السياسي السيد أحمد الروياتي، على أن يلتحق بنا إن استطعنا السيد محمد فؤاد من إيطاليا. أرحب بكم جميعا ضيوف الأكاديمية، أستهل معك الحوار سيد شبار وأشكرك لتلبية الدعوة قدومكم لمقرنا بالعاصمة طرابلس. دعني أسألك، في ذاك اللقاء الذي جمع اليوم بوتين بنظيره التركي أردوغان تمخض عنه
اتفاق على وقف اطلاق النار في ليبيا او ضرورة وقف اطلاق النار في ليبيا يوم 12 من هذا الشهر. لماذا 12؟ بداية تحية طيبة ليك ولكل الأخوة الضيوف ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا يعني هذا الاتفاق سبق اتفاق آخر يتعلق بنشاط اقتصادي وتحديدا فيما يتعلق بترك ستريم، وهو أعتقد أنه مشروع استراتيجي عمل عليه الدولتين سواء كان تركيا أو روسيا منذ زمن طويل جدا. هذا طبعا المشروع سيكون له دور كبير لإنعاش سواء كان الاقتصاد التركي أو الاقتصاد الروسي، وأيضا الخدمات التي ستقدمها هذين البلدين إلى منطقة جنوب أوروبا وتحديدا يعني إيطاليا وبعض الدول المتاخمة كفرنسا وإسبانيا وغيرها. طبعا هذا المشروع مشروع استراتيجي ومهم جدا، يتعلق بهناك يعني نوع آخر من العلاقات الاقتصادية الكبيرة سواء كان ما بين تركيا وروسيا وكذلك أيضا دول الاتحاد الأوروبي، وهذا حقيقة ما سيحقق نوع من السلام ونوع من النشاط الاقتصادي باعتبار أن هاتين المساحتين لربما هي نقطة أخرى أساسا تؤكد التواصل الكبير روسيا وتركيا. ولكن دعنا حتى في صلب السؤال، لماذا 12؟ لماذا لا يكون في ما بعد أو اتفاق مبدئي ينص على اليوم؟ يعني كان لماذا لم يكن اليوم مثلا؟ طبعا اعطاء هذه الفرصة يتعلق بمبدأين اساسيين. المبدأ الاول وهو يعني ابداء حسن النية فيما يتعلق بمسألة توجيه ضربات يعني قوية لتنظيم الكرامة نتيجة كل هذه الاعتداءات التي قامت بها على العاصمة طرابلس، وهو يتعلق أساسا بمسألة حق دماء الليبيين. الجانب الآخر وهو غاية في الأهمية وهو في اعتقادي ما ذهب إليه كثير من المحللين هنا في والمتابعين للشأن العام في طرابلس، هو مسألة إعطاء فرصة للمرتزقة سواء كان الجنجويد أو الفاغنر بمسألة الانسحاب من ساحات القتال، وبالتالي تكون مهمة الانسحاب مهمة بسيطة وسهلة وسلسة باعتبار أن حوالي أكثر من 48 ساعة هي المهلة المحددة لمسألة وقف إطلاق يعني هي مهلة لبوتين لكي يسترجع قوات فاغنر إلى روسيا، هكذا ترى؟ بالتأكيد بالتأكيد. سيد بن صالح، دعني أسألك في ذات السياق، هناك من كانت له قراءة أخرى مغايرة أو منقضة تماما لقراءة السيد محمد جبار وقراءة العديد، هو كما أشار بالتأكيد عفوا سيد الطاهر بن طاهر، ولكن هذه الرؤية تقول الرؤية الأخرى أن بوتين استطاع إلى حد كبير إقناع أردوغان بالسماح لخليفة حفتر بإعطائه مهلة 5 أيام إضافية للدخول بشكل عسكري إلى طرابلس. حياكم الله جميعا. الحقيقة دعني أؤسس لمشهد عام حسب ما أرى أن اللاعبين هم 3، يعني لاعب أصبح أساسي ورئيس هذا اللعب يمثله الآن الجانب التركي والروسي ومخلفه أمريكا، ثم لاعب آخر بدأ يختفي اللي هو الجانب الإماراتي والجانب المصري ومخلفه السعودية، وهناك جانب آخر ما زال يترنح ويبحث عن دور اللي هو الجانب الأوروبي ومثلته إيطاليا. دعنا نتوقف عند كل جانب من هذه الجوانب. الآن هذا الاتفاق أو هذا الدعوة حقيقة هي ليست اتفاق لوقف إطلاق النار، جاءت هكذا مبهمة، يعني كل الناس تدعو إلى وقف إطلاق النار، القتال ليس هو في غاية في حد ذاته، هذا مطلب كل الأطراف وهو جزء من الاستراتيجية التركية. أنا أعتقد أن تركيا أصبحت طرف في القضية الليبية، ليس اهتماما واعتناء بقضية الليبيين، ولكن الآن أصبحت مسألة سيطرة تركيا وأمنها الداخلي وأيضا مياهها البحرية والتجارية، إذن هي ستدافع عن قضيتها. الحقيقة لو جئنا إلى جانب آخر وجدنا إيطاليا وهي تسعى لاهثة وفي سعي محموم لأن يكون لها موقف، واستدعت خليفة حفتر وجاء ملبيا، وهو دلالة أولى على أن حفتر يعاني من إشكالية ومن ضيق ولم يجد متنفسا
ويأمل أن يجد السيد السراج في انتظاره ما لم يكن متوقعا. وأعتقد أن السيد السراج لا يمكن أن يقف هذا الموقف المتشدد والصمت. هو سنأتي إن كنت تسمعني سيد بن طاهر على المسألة الإيطالية وزيارة خليفة حفتر لروما، ولكن دعني الآن في المسألة التركية. لماذا لم يكن هناك إقرار واضح وصريح؟ لماذا هذا الإبهام الكبير الذي حدث اليوم من بعد لقاء أردوغان ببوتين، خصوصا وأن أغلب المتابعين بشكل دقيق للسياسة الليبية كانوا يتوقعون أن يكون هناك ارتداد أو على أقل تقدير تصريحات تكون إيجابية كبيرة كتلك التصريحات التي أتى بها أردوغان في بداية دخول تركيا على الخط بشكل كبير جدا من بعد توقيع المذكرات الأمنية والبحرية؟ أنا أعتقد أن الجو اليوم اللي ساد في إسطنبول هو جو احتفالي بالدرجة الأولى، يعني هناك مناسبة ستدور المليارات على الجانبين. أيضا لا ننسى أن روسيا بشكل أو بآخر هي متورطة في الملف الليبي عبر شركتها الفاغنر، ولا يمكن أن يكون الخطاب صادم بهذا الشكل. لكن أي وقف لإطلاق النار لابد أن يؤسس له، بمعنى كيف يكون وقف إطلاق النار، ما هو التأسيس الذي سيكون عليه. كل هذه الأمور ظلت مبهمة، وهي نوع من دار الرمال في العيون، وربما كما أشار الأستاذ محمد إلى أنها فرصة إلى إخلاء ما تبقى من بقية الروس. لكن أعتقد أن تركيا مسألتها قومية. أيضا دعني أضيف جزء آخر مهم. قبل أن يأتي السيد بوتين إلى تركيا كان في زيارة رسمية إلى سوريا، وأكد على جانب مهم جدا وهي وحدة الأراضي السورية، وأن الحكومة السورية لابد أن تستولي على أو أن تكون كل الأراضي السورية خاضعة لها. وهذا أيضا كفة ميزان أخرى، بمعنى أن حكومة الوفاق ما ينبغي أن يكون أن تسيطر على كافة الأراضي الليبية، وربما هذه هي الصفقة التي تمت في الخفاء ما بين الجانب السوري والجانب التركي والجانب الروسي على ما أعتقد. يعني واضح. سيد الرواتي دعني أسألك، الرواتي عفوا، الكل كان ينتظر على أقل تقدير من بعد قول في المؤتمر الصحفي الدعوة إلى وقف إطلاق النار، الدعوة كذلك إلى عودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها ما قبل 4/4، هذا ما كانت تطمح إليه الحكومة في الأشهر الأولى من العدوان على العاصمة طرابلس بشكل كبير. لماذا تخفضت وتيرة التصريحات التركية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الاستضافة سيدي، وحييك وحيي ضيوفك الكرام. لعل اليوم كان نشطا بالأحداث السياسية المعني بالملف الليبي. اليوم كان هناك أكثر من اجتماع مهم وتصريحات مهمة يمكن من خلالها قراءة قادم الأيام حول الملف الليبي والأوضاع، سواء كانت على المستوى العسكري أو تأثيرات السياسة على المستوى العسكري. اليوم هناك اجتماع في مصر يجب أن نغفل عليه، اجتماع الرباعي صحيح بدريم، اللي هي اجتماع قبرص اليونانية واليونان وتركيا وفرنسا فرنسا، اجتماع الذي ذهب إليه السراج في بروكسل مع مجموعة قيادات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الممثل السامي جوزيف بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس البرلمان الأوروبي. هو نحاول أن نحصرها ونتحدث فيها جميعا حتى لو بإجاز من هذا الملف ومن ذاك سيد رويتي. لذلك الآن دعنا في الملف التركي. الكل كان يتوقع على أقل تقدير من بعد هذه الدعوة أن تكون هناك دعوة على أقل تقدير من الطرف التركي بعودة الثكنات إلى أو عودة الآليات إلى ثكناتها، بس لم تكن. يعني كانت هناك تصريحات دبلوماسية مريبة فيها من الضبابية ما فيها. لماذا؟ نعم، هو استكمال الكلام وإجابة عن سؤالك في البداية عندما قلت لماذا تخفض سقف طلبات تركيا. أولا تركيا لم تدخل الملف الليبي إلا منذ شهر تقريبا أو شهر ونصف. تركيا لم تكن تواجد في الملف الليبي بأي شكل كان، كنا نقود حرب بدون أي حليف حقيقي. لذلك يجب القول لماذا ذهبت تركيا إلى هذا الخيار مع بدأت تحالفنا معها بعد توقيع المذكرتي التفاهم. وهنا لجأت إلى قراءة المشهد في عمومي حول المتداخلين في الملف الليبي عندما أشرت إلى الاجتماعات التي حصلت اليوم، وبالعودة إلى اجتماع تركيا وهو الاجتماع الأهم للأمانة. يمكن أن نقرأ ما يمكن أن يحصل في قادم الأيام، خاصة عندما نقول أن إيطاليا حاولت أو استقبلت حفتر وحاولت على حين غفلة استجداب السراج للقائه، وهو مرفض السراج، وهي خطوة سياسية محنكة في هذا التوقيت ولها قراءات سنتحدثها لاحقا. الاتحاد الأوروبي خرج ببيان عمومي كالبيانات السابقة من أي جهة دولية عندما قال أنه يدعو إلى وقف الحرب والعودة إلى طاولة الفوضات. ولكن في تركيا عندما يلتقي بوتين وأردوغان ويذهبان بخصوص الملف الليبي إلى القول
طبعا في نص البيان، لأنه ما جاء في نص البيان إلى القول بأنه بضرورة أنهم سيتبنيان مشروع إيقاف العمليات الحربية والذهاب إلى طاولة التسوية أو طاولة المفاوضات، بل أنهما ذهبا إلى أكثر من ذلك بقول بأنهما سيرعيان إمام المبادرة كوسيط وسيتخذان التدابير اللازمة لإيقاف هذه العمليات الحربية. هذا تغير ملحوظ يؤكد أن تركيا اتخذت، وهو طبعا وفقا للقراءة المبدئية هو هذا المنطقي، تركيا لن تدخل في صدام مسلح، يجب أن نقتنع بهذه المسلمة، تركيا لن تدخل في صدام في صراع مسلح مع روسيا الداعمة لحفتر. روسيا اتخذت خيار السياسي كحل أولي، وهذا ما اتفقت عليه وفق هذا البيان مع روسيا، أي أنه سنذهب إلى إعطاء مهلة معينة، كل منا يضغط على الطرف الذي يعنيه في المعادلة الليبية لإيقاف العمليات الحربية والترتيب لجلسة مفاوضات. إذا رفض أحد الأطراف هذا الموضوع سيلجؤون إلى الخيارات التي لم يعلنوا عنها، ولكن من قراءة البيان نستطيع أن نقول أن روسيا وافقت تركيا على إيقاف العمليات الحربية وإعطاء مهلة لحفتر حتى يوم 12. إذا يعني 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 هذا أهم نقطة، هذه أهم نقطة نبحث عن إجابة عنها سيد الروايات، عفوا أستوقفك فيها ونخصص الحديث فيها معك. يعني ترى في الأيام الخمسة المعطاة كمهلة لوقف إطلاق النار هي مهلة لخليفة حفتر لكي يسحب قواته، أو على أقل تقدير لربما حتى مهلة لروسيا لكي يتم سحب مجموعة الفاغنر بشكل كامل ولا يحدث صراع عسكري على مستوى الأرض بين قوات تركيا لربما تأتي بمنطلق الشرعية والتفاهم الشرعي مع الحكومة الشرعية وقوات الفاغنر. تفصيليا لا نستطيع أن نقول ما هو المطلوب، هو المطلوب يعني تفصيلا لا نستطيع أن نقول ما هو المطلوب، سحب فاغنر إيقاف العمليات الحربية فقط، ولكن أعتقد أن القراءة تقول أن روسيا وافقت على وقف العمليات الحربية وإعطاء الضوء الأخضر لتركيا إذا ما رفض حفتر تنفيذ هذا الأمر أن تحدث التوازن العسكري. طيب كيف هذا التوازن العسكري؟ سيكون عبر تدخل العسكري التركي. كيف سيكون هذا التدخل؟ أرضي أم جوي أو غيره، بإيقاف الزحف وإقناع حفتر إرغامه على الاقتناع بأنه لن يستطيع تحقيق النصر العسكري. هذا هو الذي أقرأ مبدئيا. في اعتقادي أن حفتر سيرفض، لأن في عقلية حفتر أنه يستطيع الحسم العسكري، ولا زال يسلم في كثير من المرات. طيب هو 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 أسميحك عذرا، بس حتى وزع الوقت بشكل جيد. سيد الروياتي أرحب بسيد محمد فؤاد عبر سكايب من روما. طبعا من المفترض سيد فؤاد أن أتحدث معك بالشأن الإيطالي بشكل كبير جدا، ولكن قبل حتى الشأن الإيطالي وذهاب حفتر إلى هناك، ولربما كما يصفه حتى سيد الروياتي الفخ الذي كان منصوبا للحكومة الشرعية من قبل منسقي الاجتماع، نتساءل في اللقاء الذي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي وحول الدعوة لوقف إطلاق النار، ما مدى إمكانية إلزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار سواء كان خليفة حفتر أو حتى القوات الشرعية الآن؟ بسم الله. هو في بيان أعتقد أن أطلع قبل قليل، يعني مش عارف هل هو صحيح أم لا، من المجلس الرئاسي يرحب ببيان أردوغان وبوتين واستعادة العملية السياسية، فلا أدري إن كان هذا البيان صحيح أم لا، ولكن هذا هو المتوقع من حكومة الرفاق، وتعودنا على هذه المواقف الخاطئة، قولها بكل صراحة، يعني منذ 3 أو 4 سنوات، لأنه حتى وإن كنت ترغب في السلام فالمفروض أنك ما تتكلمش فورا على السلام وتطالب أصلا بحقوق، ترفع السقف أولا ثم بعد ذلك نرى ما يحدث. ولكن يعني إحنا تعودنا على السياسة الخاطئة من الحكومة وأصبحت عادة، يعني المفاجأة أن تكون العكس. يعني الواجب على الحكومة أن تقول لا لن أرضى بوقف إطلاق النار مثلا؟ طبعا طبعا المفروض تقول هيك. أي شخص يفهم في السياسة وأي شخص يتعامل مع السياسة يرفع السقف أولا ثم بعد ذلك يتنازل، مش من الأول يتنازل. هي هذه ألف باء سياسة يا سيدي، يعني لكن للأسف الشديد يعني ما نبيش نعود للماضي. السياسات الهدية هي اللي وصلت حفتر لإنذارة، اللي هي محاولات إيجاد سلام في وقتنا السلام المعروف. طيب نعود الى لب السؤال سيد فؤاد، مدى الزام الاطراف بمساله وقف اطلاق النار سواء يوم 12 او حتى ما بعد 12؟ هو من ضمن صوتي للسيد احمد الروياتي نفس الكلام اللي قاله قبل شويه، يعني وقاله حتى في غير هذا الموقف، اللي هو بالنسبه لحكومه الوفاق قلنا انها سترضى، بالنسبه لحفتر لو انها ما رضاش روسيا تستطيع الضغط عليه، والشيء الاخر وربما يكون يوم 12 هو زي ما نقول الديدلاين يعني الاخير لحفتر، والا ان تركيا تستطيع انها تتدخل على الاقل جويا بضرب بعض مواقع حفتر، سيضطر بعدها للتراجع. يعني الطرفان اللي هم الروسي والتركي يملكان من الاوراق
ما يستطيعون به بكل سهولة الضغط على كل الأطراف. أولا الطرف الروسي الداعم الأساسي لحفتر، الطرف التركي هو الضامن لحكومة الوفاق إذا لم يستجب حفتر، فإنها تستطيع تركيا بكل سهولة القضاء على قوة حفتر المهاجمة. ولذلك إذا كانت هاتين الدولتان ترغبان فعلا في وقت إطلاق النار، فأعتقد أنه يمكن الوصول إليه، وإن كان بالذات يعني بالنسبة لحفتر من الصعب جدا أنه يقبل بوقف إطلاق نار، لأنها سيكون نوع من الخسارة السياسية من ناحية ما، لأن حفتر لا يرغب في أن يكون طرف سياسي، هو يرغب في السيطرة على ليبيا بالقوة. ابقى معي سيد فؤاد. سيد شبار، تم تلويح اليوم كذلك من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، تم تلويح إلى أمر آخر وهو الدعوة إلى العودة إلى المشاورات السياسية، الطاولة السياسية وما إلى ذلك. نتساءل هنا بالتأكيد بين أردوغان، هذا ما قاله أردوغان وبوتين، ولكن نتساءل هنا، هذه الدعوة تتحدث للأطراف الخارجية أم الأطراف الداخلية؟ فإن كانت تتحدث عن الأطراف الخارجية فهي من يوم الرابع من أبريل كانت هناك مداولات سياسية خارجية بشأن ليبيا، هي للأطراف الداخلية مثلا؟ طبعا هذا البيان جاء فيه نقطتين مهمتين. النقطة الأولى تتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، والمسألة الأخرى هي مسألة العودة إلى العملية السياسية من خلال عملية برلين. حدد أن العملية برلين يجب أن تنتج عنها مسار آخر، هذا المسار يقوده الليبيين، يتعلق بمسألة صياغة مشروع سياسي من أجل الخروج من يعني الجمود السياسي الذي طال المسألة الليبية أو الملف الليبي منذ يعني حوالي أكثر من 4 أو 5 سنوات. وبالتالي اعتقد ان هذه الـ يعني هذا البيان اكد على مساله خوض عمليه برلين من خلال الاتفاق السياسي، واشار طبعا الى قرار مجلس الامن سواء كان قرار 2259 او كل القرارات ذات الصله فيما يتعلق بمشروع الاتفاق السياسي. إذن هذا البيان هو عبارة عن خطوط عريضة لم تأتي فيها تفاصيل محددة، سواء كان في مسألة وقف إطلاق النار أو حتى يعني مسألة وقف إطلاق النار تحتاج إلى تفاصيل أخرى تتعلق يعني قوات تنظيم الكرامة إلى أي نقطة من الممكن أن تعود، هل تعود إلى منطقة ترهونة، إلى الجفرة، إلى الرجمة، يعني كل هذا يعني تساؤلات وسيناريوهات هي مطروحة أساسا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أيضا يعني هناك سيناريوهات حقيقة كثيرة جدا، هل يقبل تنظيم الكرامة بالفعل بمسألة وقف إطلاق النار؟ ما هي الشروط التي من الممكن أن تطرحها قوات حكومة الوفاق على قوات تنظيم الكرامة للعودة إلى يعني إلى يعني العملية السياسية؟ هو حتى بأصح تعبير السؤال سيكون هو التالي، ما الخطوة المقبلة لمن دعا لوقف إطلاق النار في حال الاستمرار في إطلاق النار قبل أي طرف من الأطراف؟ نقول خليفة حفتر مثلا. طبعا في اعتقادي الخاص إذا استمر تنظيم الكرامة، خصوصا نحن نتحدث يعني عن بعد يعني حوالي دقائق فقط، لازالت مطار معتيقة يدق بأسلحة الجراد يعني لحد هذه اللحظة. إذن في اعتقادي الخاص أن ستضطر قوات الفاغنر للانسحاب، ربما ستبقى معه بعض المرتزقة الذين جلبهم من سوريا، وهذه يعني معلومات مؤكدة وصلت إلى بنينة منذ أيام، وستبقى أيضا قوات الجنجويد باعتبار أن لازالت بعض الدول تضخ الأموال لحفتر خصوصا الإمارات إلى حد هذه اللحظة، وربما تتعرض هذه القوات إلى ضربات جوية سيكون لها تأثير كبير جدا على قوات تنظيم الكرامة، ومن ثم تنسحب هذه القوات. ولكن في اعتقادي إذا انسحبت قوات الفاغنر فلن يكون هناك أي غطاء جوي، لن يكون هناك دفاعات جوية، وبالتالي تصبح قوات تنظيم الكرامة في مرمى نيران قوات حكومة الوفاق على المستوى الجوي وعلى المستوى البري. سيد بن طاهر، على سيرة العودة للمداولات السياسية والحوار السياسي وما إلى ذلك، في قادم الأيام إذا ما رجعت الطاولة السياسية وكانت هي الحل بشكل كبير جدا، هل سيكون لخليفة حفتر مشهد فيها من بعد
كل العمليات الإجرامية التي قام بها والانتهاكات الصارخة سواء كانت للقانون الإنساني الدولي أو القانون الإنساني بشكل عام سيكون لها مداولة، أم أن ما قام به سيمنعه من أي مداولة سياسية قادمة إن جرت؟ أنا أعتقد أن حكومة الوفاق كانت خطوطها واضحة، يعني سمعنا اليوم السيد بشاغة وأيضا سمعنا السيد السفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، كان كلامهم جد واضح يعني أنه لا وجود لحفتر. لكن دعنا ربما نتحدث عن بدائل لحفتر، يعني هي هناك مجموعات ربما تكون البديل لحفتر. يعني بالنسبة لأي حرب هي تنتهي بالتفاوض، يعني هذا دون شك يعني، لكن ما هي شروط التفاوض وكيفيتها؟ أعتقد أن حتى الجانب الروسي في تدخله في ليبيا لم يكن يعلن صراحة هذا التدخل، وأيضا هو يعترف بحكومة الوفاق. إذا هناك كثير من النقاط التي يجمع عليها العالم، سواء المؤيدين لمجموعات حفتر أو المناصرين لحكومة الوفاق. من هذا المنطلق يعني ربما يكون الجلوس على الطاولة بشكل مغاير ومخالف، أن حكومة الوفاق من حقها أن تبسط كامل سيطرتها على ليبيا، أن تدخل أطراف أخرى بصفات لا ربما تكون ليست كما يعمل، وربما حفتر أيضا لا يبتغي أن يكون له شريك في الملك. يعني عندما قبل يوم 4/4 كانت الاتفاقية أو الجلسات ستتم في غات أو في غدامس، وسيكون حفتر طارف فيها. حفتر هو من رفض هذا الوضع، أعتقد أنه لا يمكن العودة إلى مربع حفتر ومربع سابق اللي ترك حفتر دون أي سبب يعني. طيب ابقى معي سيد بن صالح، حصلك سيد الروياتي، ما إمكانية رؤية لقاء سياسي أو مداولات سياسية على طاولة واحدة تجمع على يمينها أو يسارها كل من السراج وخليفة حفتر؟ وفق القراءة المبدئية سيد الأحداث المتحققة خلال 10 أشهر وربما حتى ما قبلها ودون خيارات حفتر أو رفضه للعملية السياسية، أعتقد أنه سيستمر في الرفض. حفتر الآن قريب من العاصمة، حفتر الآن استولى على سرب، هذه حقيقة. أيضا هل سيسلم الآن أو يقتنع مثلا بأن العملية السياسية في صالحه؟ أعتقد أنه لا، سيستمر في خيال العمل العسكري، وربما ما سيصب في صالحنا رب مضارة النافعة بالذهاب إلى تخطيط الخيارات مع تركيا حول العمل العسكري، يمكن من خلاله إرجاعه بالعمل العسكري وليس بالعمل السياسي. ولكن إذا ما قبل، وهو أمر لا أعطيه أكثر من احتمالية 5%، إذا ما قبل فإن هذا الأمر منوط بطاولة المفاوضات. بس في أحد أن يقول لحفتر تجد طاولة المفاوضات؟ هذه الواقعية. إذا أردت أن تقسم حفتر أو أن تقضي على تيار كلام وحفتر، هذا الأمر ستنفذه بيديك فقط، حتى تركيا لن تعطيك هذه المكانة. أنا أقولها وأعيدها وبصريح العبارة، تركيا لن تعطيك مكانة القضاء على حفتر، ستعطيك مكانة البقاء أنت أو الحفاظ على نفسك كشريك في المعادلة الليبية، لأن تحتاج دائما إلى فزاعة العدو للتواجد في الملف الليبي ليكون لها نصيب من الكعكة الليبية. أنا أعتقد أن الاجتماع التركي الروسي تحديدا هو ما سيرسم المشهد الليبي في قادم الأيام، سيرسم المشهد الليبي وفق معادلة المحافظة ما بين القوتين، قوة الوفاق وسلطات الوفاق وحفتر. هذه بس بس بس, بس إذا كانت هنا السؤال، هنا السؤال، بس إذا كانت هذه الشراكة الليبية التركية القوية إلى حد ما عسكريا وكذا حتى بحريا، وتقويها سياسيا بالتأكيد، لا تستطيع إبعاد خليفة حفتر إلى أبعد ما يكون أو حتى إزالته لربما من المشهد بشكل أقصى، إذا حدها الأقصى أين يصل؟ بس سيد الروياتي، هي تركيا ستعطيك مكنة أن تكون لديك نصف المعادلة. نصف المعادلة أين نصف المعادلة هذه؟ نصف المعادلة أن يعود مثلا إلى الجفرة تحديدي أنا الشخصي على المستوى العسكري، لكي يقتنع حفتر أنه ليس لديه إلا نصف المعادلة الليبية. طيب وصلنا لهذه النقطة، هنا أعود بك إلى سؤال سيد الرويتي، وصلنا إلى هذه النقطة أن أصبحت المعادلة بالمناصفة من بعد هذه الشراكة، أيمكن من بعدها أن نجد لقاء على طاولة واحدة يجمع السراج بخليفة حفتر؟ من المتوقع جدا سيدي، ولكن ما حدود أن تتحصل عليه من هذه المفاوضات بعد ذلك؟ هي إدارة لعملية مفاوضات، لا أحد كان يتوقع أن يجلس حتى مع في باليرمو في لحظة معينة أو في كما قيل في أبو ظبي. الواقعية تقول أن تيار الكرامة أصبح يسيطر أو يحتل أجزاء كبيرة من الجغرافيا الليبية،
أن هذا التيار لديه حاضنة اجتماعية شئنا أما بين حبا أم طواعية، إما أن تقضي عليه بقدراتك الموجودة والتي للأسف الشديد لم يطور منها أو لم تطور منها سلطات التوافقية خلال 3 سنوات لتمكننا من أن نحدث تحالف حقيقي كما فعل تيار الكرامة مع فرنسا ومصر والإمارات والسعودية وآخرهم روسيا، إما أن تحدث هذا الفارق بيديك والمعادلة العسكرية أمامنا، وإما أن تجعل طرف مفاوضات. أنا أعتقد حتى في رد بسيط على موضوع لماذا خرج المجلس الرئاسي ببيان مستعجل كما شاهد في محمد فؤاد، حتى مجلس الدولة خرج ببيان مستعجل منذ أقل من دقائق. أعتقد أن في ذلك إشارة إلى أن هناك تواصل ما بين سلطاتنا وبين تركيا، أي أن المعادلة تدار الآن سياسيا، أي أن السراج والمجلس الدولة يعلمون حدود قدراتهم في المناورة السياسية الآن والعمل العسكري، وهو المربوط مع تركيا. تركيا أعطتهم إشارات ربما بالموافقة لعلمها مثلا أن حفتر سيرقص، أو أن سلطاتنا سمعوا من تركيا أن هذا حدود ما يمكن أن نعطيكم إياه لتقبلوا بالحل السياسي الآن، وإذا رفض الحل السياسي سنمنع تغوله عليكم، ولكن لن نعطيكم مكنة القضاء عليه نهائيا. لن تعطيه تركيا، لن تعطينا تركيا هذه المعادلة سادة فهموها. طيب، لأن روسيا شريك مع حتى في نقطة معينة ليبيا الآن قسمت ما بين روسيا وتركيا، خذوها بالمنطق هذا. إذن من أجل الوصول إلى المكسب وكي لا يتغول عليهم في الاتحاد الأوروبي سيرجون بالمقاسمة، هذه المقاسمة تستدعي أن يحافظ كل منهم على الشريك الآخر. طيب ابقى معي يا سيد الروياتي. كلمة أخيرة سيدي للمعلومة للمواطن. تفضل. بس يجلس. لماذا هذه المعادلة؟ هذه المعادلة إحنا استلزمتنا لأننا كنا في حالة انهيار يا سادرة، لنقل لدينا أي حليف تركي. على العكس، يعني تركيا خلقت لنا وضع سياسي قوي وعسكري ضامن لبقاء المشروع الوفاقي، المشروع الذي يحمي الثورة، المشروع الذي يحمي هذه القوات التي تدافع عن العاصمة. طيب. المشروع الذي يحمي السياسيين الذين دافعوا على هذه المرحلة، وإلا فإننا سنكون ذاهبين إلى خيار الخسارة، وهو الخيار الإخفاء التام. إذا استطعنا أن نحقق إنجاز أقوى من ذلك، هذا منوط بأيدينا وبقواتنا على الأرض، وما يمكن أن نحصل عليه من حلفائنا الآخرين من أسلحة يمكن أن نضرب هذا العدو. طيب. ونفذ به لأبعد نقطة ممكنة. طيب ابقى معي سيد الرويات، يعود لك سيد محمد فؤاد. بالتأكيد في المحور الإيطالي هنا وذهاب حفتر ولقائه برئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، السؤال يعني هذه الدعوة على أي أساس جاءت؟ على أساس إيصال المعلومة لخليفة حفتر أن لا حل عسكري مطلق في المسألة الليبية، أم أن هو دعم لمشروع خليفة حفتر، أم أن هناك سيناريو آخر لربما يكون أقوى من السيناريوهان الأولان، هو دعوة خليفة حفتر والسراج وأرغامهما لربما على اللقاء، وأنت تعلم تبعات هذا اللقاء على أقل تقدير في الأوساط الشعبية الليبية كيف ستكون حتى من جانب قوات حكومة الوفاق؟ في الحقيقة أنتم متفائلين جدا، يعني الأمور مش بالطريقة هذه. الإيطاليين حسوا في الأيام الأخيرة قبل التدخل التركي كانوا يعتقدوا أن حفتر خلاص حيدخل العاصمة، ولذلك حاولوا نزع البيض من سلة حكومة الوفاق ووضعها في سلة خليفة حفتر. لما تدخلت تركيا في الموضوع فهموا أنهم ارتكبوا خطأ كبير جدا، الآن يحاولوا التراجع على الخطأ الكبير متاعهم هذا بمحاولة انهم ياخذوا موقف انهم المحاور او اللي يستطيع ان ليهم ما زال ليهم دور في المشهد السياسي ويقدروا يجمعوا بين الطرفين المتناقضين. الكل يعلم ان مشروع حفتر هو مشروع عسكري، حفتر ما عندهش مشروع سياسي ولا يريد التفاوض، ولو كان يبي التفاوض كان اتفاق ابو ظبي اعطاه اكثر من ما يبي يعني، ولكن حفتر يبي الدخول الى العاصمه بال يعني بالقوة. حفتر ذهب الى روما بالمشهد العسكري والاصرار على الحرب، ام ان هناك مساعي اخرى ارغمت حفتر على المجيء الى روما؟ لا لا لا, إلى روما؟ لا لا ما فيش حاجه اسمها ارغمت، بالعكس حفتر في موقف قوه يعني. اول حاجه الاوروبيين لا دور لهم حقيقه الان في ليبيا، كل الدول الاوروبيه ايطاليا وفرنسا ما عندهمش اي دور الان، اللاعبين الاساسيين الخارجيين في ليبيا هما تركيا وروسيا، والاوروبيين هم عباره عن متفرجين. الايطاليين بسبب مصالحهم وبسبب علاقاتهم التاريخيه الكبيره مع ليبيا وبسبب القرب الجغرافي يحاولوا انهم يستعيدوا بعض ما خسروه في هذا في المعركه الليبيه يعني، او في الازمه الليبيه، وهذا كل نشوف فيه محاولات ايطاليه يعني للعوده للمشهد، العوده من بوابه خليفه حفتر اذا هذه المره وبشكل قوي وعلني مثلا. هذا قد يكون احتمال، او انهم يكونوا هم يحاولوا اكثر. ولكن 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 وحيدي. ايطاليا في دعوتها لخليفه حفتر كذلك دعت فايز السراج للحضور الى روما، وكانت هذه الزياره يعني في مرحله الذهاب توقفت في منتصف الطريق لربما.
بعلمهم بخليفة حفتر موجود في روما حينها. لا أعتقد أن فايز السراج يجرؤ على اتخاذ خطوة زي هذه. يعني الموضوع أكبر الآن من فايز السراج. يعني بعد إحنا راه نتكلموا على جريمة الكلية العسكرية لها ما فاتش لها 3-4 أيام. تمشي تقعمز أنت والسراج أنت وحفتر أو يكون فيه مكان مجتمع فيه أنت وحفتر في نفس المكان. يعني أعتقد أنها صعبة جدا على واحد زي فايز أن يتخذها. وهذا هو السؤال. حتى صعب على الشارع الليبي أن يتقبلها أساسا بالأخص. يعني هذا هو لب السؤال. ما الغرض من إيطاليا الآن من دعوة فايز السراج وخليفة حفتر في ذات التوقيت؟ يعني إثارة بلبلة في الشارع الليبي مثلا؟ إثارة لا فوضى؟ لا لا, هم لا لا هو في الحقيقة الحكومة الإيطالية يعني الحالية تعبانة جدا, وما ومجموعة من يقود الحراك في إيطاليا يعني مجموعة من السياسيين قليلي الخبرة. يعني واحدة من الأخطاء اليوم اللي داروها الإيطاليين واللي الآن صاير هجوم كبير على الحكومة لأجلها, إن حتى لو أردت أنك تجتمع بفايز السراج وحفتر, فالشيء حسب البروتوكول المفروض أنك تجتمع برئيس الوزراء أولا اللي هو رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتعترف بها إيطاليا, ثم تجتمع مع جنرال حربي متمرد قد تكون. أما أنك أنت تجتمع مع الجنرال أولا ثم تجتمع مع رئيس الوزراء فيما بعد, هذا خطأ يعني بروتوكولي ما يقعش فيه حتى دولة صغيرة في العالم. يعني فما بالك بدولة مثل إيطاليا. هذا يدلك على حجم التخبط في السياسة الخارجية الإيطالية. هذه هي الفكرة. في شيء مهم تكلمناش عليه اللي هو الاجتماع اللي في القاهرة. الاجتماع القاهرة في الحقيقة كان ضم فرنسا وقبرص واليونان ومصر ومالطا وإيطاليا أيضا. حتى الإيطاليين كانوا موجودين فيه. وكان الاجتماع يريد الخروج ببيان شديد اللهجة ضد تركيا وربما ضد حتى حكومة السراج, ولكن الإيطاليين فركسوا الاجتماع بالعامية. يعني رفضوا هذا لأنهم يريدوا الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا, لأنهم الآن صحيح أن هم خارج الملف الليبي واضح, قد يعرفوا أن ربما تكون بوابة عودتهم إلى ليبيا هي عبر تركيا. يعني قد يصل بهم الحال الآن واضح إلى محاولة التفاهم مع تركيا نفسها. واضح. المحلل السياسي سيد محمد واد كنت معي من روما عبر سكايب, أشكرك جزيل الشكر. سيد شبار في دقيقة حتى نوزعها على الكل, ما الغاية والغرض من الدولة الإيطالية من دعوة خليفة حفتر وفايز السراج في ذات التوقيت رغم علمهما بالتأكيد بأنهما طرفان متخاصمان بشكل محدود؟ طبعا دول الاتحاد الأوروبي خصوصا إيطاليا وفرنسا يعني يبحثان عن دور فقداه. يعني كانوا هاتين الدولتين فاعلتين في الملف الليبي منذ أكثر من 4 سنوات, ولكن بدخول الحقيقة روسيا الاتحادية وتركيا أصبحت هذه الدول بعيدة بشكل واضح وكبير جدا عن الملف الليبي. وبالتالي هذا هو الهدف, كان الهدف الرئيسي تريد أن تقول لأمريكا وأيضا المملكة المتحدة أننا نحن موجودين ونستطيع يعني أن نجمع الطرفين على في روما. ولكن طبعا هذا للأسف الشديد تعتبر الآن, إيطاليا فشلت في التداول في الملف الليبي من بعد رفض السراج الذهاب إليها. بالتأكيد لن يكون لها أي دور بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي نظرا لأنها بعيدة كل البعد عن يعني نحن نتحدث اليوم عن حجم تجاري كبير جدا ما بين روسيا وتركيا. نتحدث عن أن هاتين الدولتين أكبر بكثير جدا من كل هذه الدول التي حاولت الحقيقة طيلة فترة 4 سنوات الماضية أن تحل المشكلة الليبية. أيضا نتحدث عن دولتين متقاربتين, يعني الناتج القومي لروسيا 1 تريليون و100 مليار, ويعني تركيا حوالي 900 مليار. أيضا المشاريع الاستراتيجية التي يعني من الممكن أن تكون في الفترة السنوات القادمة وهي محطة نووية على الأراضي التركية. إذن هناك مصالح اقتصادية كبرى لا يمكن في ظل وجود هذه المصالح أن تصطدم روسيا بتركيا على فيما يتعلق بالملف الليبي. أيضا روسيا ليست لها أي مصالح أخرى مع كل الدول الإقليمية المتاخمة لليبيا, وبالتالي ستكون أو التقارب الموجود اليوم بين روسيا وتركيا غير موجود لأي دولة من هذه الدول. وبالتالي أعتقد أن بدخول هاتين الدولتين سيكون هناك انفراج كبير جدا سواء كان على المستوى الأمني أو المستوى السياسي بالنسبة للملف الليبي. واضح. سيد بن طاهر دعني أسألك, ما حجم الضر الذي ممكن أن يكون
قد لحق الحكومة الشرعية من بعد رجوعها من دعوة كانت مقررة وكانت قريبة من إجرائها بشكل فعلي. السراج في روما لويجي دي مايو وزير الخارجية، لقاءهم الذي كان من المزمع أن يعقد اليوم. أنا أعتقد أن السيد السراج بذهابه إلى بروكسل قد أنهى الموضوع الأوروبي، والمجيء إلى إيطاليا هو نفل، يعني ليس هو شرط أساسي. لكن دعني لكي أختم الحديث، أنا أقول أن الحرب لن تتوقف يوم الأحد القادم، وأن حفتر سيستمر في حربه، وستتدخل تركيا بضربات جوية عنيفة، وسيتراجع حفتر وسيقبل بالشروط التي تمليها الحكومة الشرعية. وهذا هو أنا نظرتي للموضوع، يعني مع احترامي لكل الآراء الموجودة. يعني وما قبل يوم 12 ستسحب روسيا كل قواتها، مجموعة الفاغنر الروسية ستسحبها بشكل كامل، أم سيكون هناك صراع تركي روسي على الأراضي الليبية؟ مسألة سحب القوات ليست مسألة صعبة بالنسبة لدولة زي روسيا، يعني يمكن أن تفرض حتى وقف إطلاق نار جزئي وتسحب قواتها في أي وقت يعني. لكن السؤال، هل روسيا مازالت راغبة في أن تعين حفتر في حربي؟ أعتقد أن هذا الموضوع، وربما نسي كل الأخوة المتحدثين أن هناك لاعب يدير اللعبة بالكامل، وهي أمريكا التي أبدت ربما إعطاء نوع من الضوء الأخضر لتركيا أن تتصرف في هذا الملف. روسيا انسحبت انسحاب جيد وجميل بعقد اتفاقيات مع تركيا، وأعتقد أن تحت الطاولة ضمنت لها كل مصالحها داخل ليبيا، وهي ليست بالكثير يعني. طيب سيد الروياتي، حتى أختتم معك هذه التساؤلات، أولا حتى نختتم الملف الإيطالي، هي ذات التساؤلات، على ماذا تلعب إيطاليا، أو ما الذي تبتغي الوصول إليه إيطاليا من خلال دعوتها للسراج وحفتر في آن واحد، خصوصا وأنها يعني هي العالمة بالمشهد الليبي والعالمة بارتدادات وانعكاسات داخلية لربما تحدث إذا ما تم هذا الأمر؟ سيد الروياتي، ألو، إذا ما كنت في الاستماع سيد الروياتي، ما الذي يدعو إيطاليا إلى دعوة هكذا اجتماع يجمع السراج وحفتر في آن واحد، رغم علمها بالتأكيد بالارتدادات التي يمكن أن تحصل داخليا على أقل تقدير في الملف الليبي؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أحمد الروياتي. عموما نكون الآن قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك بالتأكيد جزيل الشكر سيد محمد شبار، كنت معنا المحلل السياسي هنا في الاستوديو. الشكر بالتأكيد موصول إليك سيد طاهر بن طاهر المحلل السياسي عبر الأقمار الاصطناعية في مصراتة. مشاهدينا الكرام، في المقام الأول والأخير لكم الشكر دائما على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.